لم يرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا زلزلت المجادلة زلزالها وأخرج المشتركون قدرتهم وقال الإنسان ما لهم يومئذ يحدث المشتركون آراءهم بأن رأيهم أهم لهم يومئذ يجتمع المشتركون أشتاتا ليظهروا مظهرهم. ولا يفوتني هنا أن أشكر بأشرف الشكر إلى مجلس هيئة التحكيم العادل وضابط الوقت الأمين وجمهور الكريم المعروف والمجادلون في هذه المناظرة موالاة كانت ومعارضة كانت، عسى الله أن يجهز لنا النجاة وسعها في حياتنا اليومية. فإنني مسرور لما تيسر من هذا اللقاء، يمكنني عن التوقف في هذا المسرح العظيم لما أرجوه من الفائدة التي تحصل لي، ولمن سمع كلمتي واهتم بها، فأسأل الله أن يجعل لنا عمل خالص لوجه الله. فإما الدراسة التي نحن بصددها، فقد أجرينا على وهي الميل للتفاعل الاجتماعي هو شكل من أشكال الخمول. قبل أن أمضي إلى صميم القضية، أود أن أبلغ التعريف. أما التد هذه القضية، الميل أكثر ميلا والاقتناع تفاعل اجتماع المعاملة والمشاورة للمجتمع بعضهم بعضا. المقهى، المكان الذي يتوقع الأنفال لشراء القهوة. ثم شكل من أشكال وزن من أوزان، وكذلك الخمول التكاسل والتمتع بدون فائدة. أيها الجمهور الكريم، من هذه القضية من المحض أن هذه القضية تؤدي إلى فساد أنشطة المجتمع، لأن المجتمع لم يعرفوا دورهم كالمجتمع في هذه البلدة، ولم يعرفوا دورهم أن يكون الشباب في المستقبل أيها الجمهور الكريم. ولذلك بهذه القضية تؤدي إلى فساد أنشطة المجتمع بالتكاسل والتمعن، وتستند هذه الدراسة إلى عدد من المنطلقات. المنطلقة الأولى أيها الجمهور الكريم، حري بالذكر أن دولتنا الإندونيسية تتطلب إلى مجتمعهم وتهتم إلى أشبابهم إلى شبانهم إلى تلاميذ وكذلك إلى الأطفال. وكيف كان المجتمع يعملون الأعمال لم يكن فيها فائدة تمتع بنوع أولا، لم يكن فيها الفوائد الكثيرة، مع أن البلدة أهدافها أن تكون الدولة متقدمة الجمهور الكريم. وبوجود هذا المقهى كان المجتمع يميل إلى وجود الأعمال في أثر السلبية أيها الجمهور الكريم. تفضلوا بالسؤال. أي صاحب الكريم، أنت لا تنظر على أن هذه التفاعل الاجتماعي في المقهى هناك المناقشة جيدة عن طيب يا أخيك من الكلام، لقد فهمت كلامك. المقهى يجهز لنا ما بسهولتنا البحث على الانترنت، ولكن المجتمع والتلاميذ لا يستخدمون هذه الآلة باستخدام فائد. نحن نرى على أن المجتمع يتمتعون بيوماتهم، وبعد رجع من الجامعة وبعد رجع من المدرسة على أنه يقول أنا أريد أن أتمتع، أريد أن أتعلم، ولكن بعد أتى إلى هذا المقهى فتكاسل فتمتع بوقت طويل. تفضل بالسؤال. قلت في تعريفك بأن المقهى مكان للمشاورة، هل تكون المشاورة هذا من شكل الخمول أم أنه غير شكل أيها الجمهور الكريم، كما قلت من جديد، المقهى يجهز آلة لبحث على الإنترنت، ولكن المجتمع والأطفال لا يستخدمون هذه الآلة بفائدة تامة أيها الجمهور الكريم. ثم في التغرب، وبعدما حللنا هذه القضية على أن المحلل يحصل 10 من 100 الأنفار الأكبر يأتون إلى المقهى بسبب المرافقة مع أصحابهم، وهم لا يعملون العمل الخير أيها الجمهور الكريم. ثم من المعروف أن في مدينة جرسي يوجد هناك الأطفال المجتمع يتمتعون كل يوميتهم، يتمتعون كل أوقاتهم بالتكاسل بشرب القهوة. وإذا رأينا إلى المحور الصيني، هل كانت القهوة تكون صحية إذا شربنا كل يوم؟ لأن الشرب للقهوة سوف يكون دواما، لا يكون مرة واحدة فحسب. فأصبح من الواضح على أن هذه الآراء تكون واضحة عندنا من شكل الموالاة أيها الجمهور الكريم. فالدليل المقصود
تقرر على انها دليل على انها دليل واضح لتأكيد هذه المساله. ثم بهذه المساله اذا شاهدتم الخبر في الاخبار الموجوده كان المجتمع يتمتعون وقت تمام. وان بنا ايضا تنزل فالقرب يرجع التمر وان بنا قطعه تتعلم فبالات الافلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله.